بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 28 في سلسلة أحب لغتي، وقلنا إن احنا هنبدأ في اتصال الضمائر بنهايات الأفعال. أولا لازم أخد خلفية صغيرة عن الأفعال. في فعل اسمه فعل لازم وفي فعل متعدي. الفعل اللازم لو احنا قلنا ان ده الفعل يلزم الفاعل، الفاعل بتاعه يلزمه، يعني ايه؟ يعني هو اللي اثر في الفاعل فخلى الفاعل ده مرفوع. فعل لازم ما بيتحركش من جنب الفاعل. طب ولو ده فعل متعدي، الفعل دوت هيتعدى الفاعل، ينط من فوقيه كده هوت لينصب مفعولا به. في هنا مفعول به عايز يتنصب، فايه اللي هيتسبب في نصب المفعول به؟ الفعل المتعدي اللي بيعدي الفاعل لينصب مفعولا به. انما الفعل اللازم غلبان، لا بيقدر ينط كده ولا حاجه خالص، هو يلزم. عشان كده سموه لازم. لازم يعني ايه؟ يعني يلزم فاعله فلا يتعدى لمفعول به. طب اعرفها ازاي؟ قال لك والله الفعل اللازم الجملة بتاعته لو جبتها لا يمكن تحط فيها مفعول به. يعني لو قلت جلس محمد مفيش، وقع محمد مش هتجيب، مش هتعرف تجيب مفعول به. انما اكل محمد، اكل محمد الطعام. قابل محمد اخاه. ضرب محمد الولد. طب في 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 حاجه تانية اقدر اعرف بيها الفعل اللازم اللي هو يلزم الفاعل بتاعه ما يتحركش منه؟ قال لك انك لو كملت الجمله وحاولت تجيب مفعول به هتيجي معاك جر ومجرور او ظرف، يعني هيجي معاك شبه جمله. تعالى كده نشوفها ازاي. وقع محمد على الارض، جلس محمد بين الحقول. ايه دخل الخلفيه ديت بالضمائر اللي احنا هنتكلم عليها؟ قالوا ان ادي الفعل وادي الفاعل، ادي الفعل وادي الفاعل. الفاعل ده هو قد يكون ضمير، او المفعول به هو اللي يكون ضمير. فلو الفعل متعدي، متعدي الضمير اللي هيتصل به ممكن يكون يا الفاعل يا المفعول به. ولو الفعل لازم الضمير اللي هيتصل به لازم هو الفاعل، لان ما عنديش مفعول به، ما عندي مفعول به. لو هناخد الفعل المتعدي الاول، الفعل ضرب، ضرب محمد الولد، اهو مفعول به موجود اهو. انت فاكر انا ونحن ده المتكلم، احنا كنا بنقول لو عاوز اجيب انا متصله باسم فبقول كتابي انا، بحط انا الناحيه دي والاقي الضمير اللي هو ياء المتكلم دخلت مع كلمه كتابي. او اقول مني انا، احط انا الناحيه دي بعد من فيظهر ايه؟ ياء المتكلم. فنفس الكلام اللي عملناه هنعمله مع الافعال. هقول ضربني انا، يضربني انا، يبقى معنى ذلك ان ياء المتكلم تخش على الفعل المضارع. او ضربنا نحن، ده نحن تحولت الى ناء داله على الفعلين، زي كتابنا بالظبط، هي هي بالظبط. طب لما قلت ضربني، لو قلت ضربني محمد، خلي بالك معايا قوي بقى، ما هو احنا بنتكلم على الفعل المتعدي. ضربني محمد، محمد تعرف ايه؟ فاعل، فاعل جاي بعيد كده، ده في فعل ضرب واليه ومحمد، هي اصلها ضرب محمد فلانا، فجه فلان دوت جه هنا هو بقى ضمير، يبقى ضربني محمد، محمد هو الفاعل وانا المفعول به. ضربنا محمد، محمد برضه هو الفاعل والنا دل على الفاعلين، ضمير متصل بارز، متصل بارز يعني شايفه قصادي، متصل مبني على السكون لان اخره الف مد، في محل نصب مفعول به. طب تعالى للخطاب اللي هي انت وانت وانتما، يبقى ضربك محمد، ضربك محمد، ضربكما محمد، ضربكم محمد، ضربكن محمد. تعالى للغائب، ضربه محمد، ضربها محمد، ضربهم محمد، ضربهما محمد، ضربهن محمد. يبقى معنى ذلك انا عرفت على طول الضمائر اللي هي
بتدخل على الفعل. وخد بالك ان الضمائر ديت نفس الضمائر اللي احنا اتكلمنا عليها، بس داخله هنا مفعولا به او مبني على في محل نصب مفعول به. دي من الملحوظه اللي جايه ديت، ركز معايا قوي 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 في الموضوع ده. هو ضربني محمد، ياء المتكلم دايما بتبقى يعني هنقول ان الياء كده مدوره وفي قبليها كسر وداخله على الفعل. هي قبل كده دخلت على كلمه كتاب، لما دخلت على كلمه كتاب 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 داخله فبقت بدل ما هي كتاب بقت كتابي. حصل ان كلمه كتاب بدل ما كانت مرفوعه وعلامه رفعها الضمه، الضمه دي ما اقدرش انطقها لانها تبقى ايه كتابوي ما تمشيش، فالضمه دي هعملها دوتد، هعملها نقط منقطه كده، وتبقى كتاب مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره على اخره. مقدره يعني يعني غير ظاهره. ليه؟ ايه اللي حصل خير؟ منع من ظهورها اشتغال المحل. ايه اشتغال المحل ديت؟ احنا دخلنا في اعراب غريب. لا، هو المحل مش فاضي، محل الاعراب اللي هو الحرف الاخراني مش فاضي. اشتغال المحل بايه؟ بحركه المناسبه لياء المتكلم اللي هي الكسر. ياء المتكلم داخله ومعاها الكسر معاها الكسر معاها الكسر، وهوب داخله على كتاب بقت كتابي، او داخله على كلمه كتابا اشتريت كتابا بقت اشتريت كتابي. يبقى كتابي مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه المقدره على اخره. مقدره ليه خير؟ منع من ظهورها اشتغال المحل، المكان مشغول بحركة المناسبة لياء المتكلم. ياء المتكلم عايزة كسر. والكلام دوت لم أذكره قبل ذلك لأن أنا محتاجه في الحتة ديت. يبقى عرفنا أن ياء المتكلم ليها حالة خاصة أنها داخلة معها كسر على طول. لو دخلت على الفعل بقى، أدي ضاربة ضرب، داخله ياء المتكلم على الفعل، الفعل ضرب ضرب ضرب، وداخله ياء المتكلم، هوب ربنا نزل نون في الوسط بين الفعل وبين ياء المتكلم، النون هي اللي خدت الكسر، ضرباني. النون ديت نون الحمايه، نون الوقايه، بيسموها نون الوقايه، تو بروتكت ذا فعل، علشان تحمي الفعل من الكسر اللي بتتطلبه ياء المتكلم. يبقى ضرب فعل ماضي مبني على الفتحه عادي خالص، والنون نون الوقايه حرف مبني على الكسر لا محل له من الاعراب، والياء ضمير بارز متصل مبني على السكون، ضرباني في محل نصب مفعول به. الكلام ده موجود في فعل ماضي بس؟ لا، في الماضي والمضارع والامر. ضرباني يضربني، ياء المتكلم داخله يضربه 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 يضربه، نزلت النون يضربني، ما حصلش حاجه للفعل وحمت الفعل من الكسر اللي تتطلبه الياء. واضرب ني، يعني المتكلم داخله اضرب 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 اضرب، وتروح نازله نون الوقايه لتحمي فعل الامر من انه يتكسر. يبقى فعل امر مبني على السكون، والنون للوقايه حرف مبني على الكسر لا محل له من الاعراب، والياء ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.